الحمد لله كابتن، الحمد لله تمام، كله تمام الحمد لله. الحمد لله. يعني عايزين نطمن على فريق النادي الاهلي في ظل الاحداث بعد موضوع القضيه والحكم، يعني الامور ماشيه. انا عارف بشكل طبيعي بتابع اخباركم كل يوم، لكن عايزين نعرف موضوع جده احمد فتحي نادي هال سيتي. سمعت كمان النهارده ان موضوع بنياس العرض بنياس اتجدد تاني لمحمد ابو تريكه، فحضرتك اللي تقدر تقول لنا يعني المعلومه الصح. طبعا يمكن احنا تمريراتنا شغاله كل يوم في انتظار الرؤيه الاخيره او الدوري هيحصل فيه ايه بالظبط، لكن احنا شغالين على الميعاد اللي جالنا من اتحاد الكره ولجنه المسابقات اللي في مباراه يوم السبت اللي جاي مع غزل محمد. ده فيما يخص الفرق كمجموعه يعني، لكن فيما يخص احمد فتحي وجده انت عارف برضه عدم وضوح الرؤيه بشكل سليم او عدم الاطمئنان للقرار او عدم الصوره ان هي تكون لها ملامح ثابته او واضحه يعني يخليك يعني عندك طبعا كان تمسك باللعيبه لو موجود دوري والحياه مشغله وفي سوبر افريقي وفي بطوله افريقيه هتقام في شهر مارس او هتبدا في شهر مارس يعني مخلينا في تمسك شديد باللعيبه الحاجات اللي الجهاز الفني ليهم يعني. ايوه. لكن في نفس الوقت لو ما فيش دوري ولا حاجه دي فرصه للعيبه انها برضه يروحوا دوري كويس او يروحوا بالظبط حاجه كويسه، وانت كماديا كمان كنادي انت عارف ان الموارد بتاعتك بقى لها فتره طويله مش فتره صغيره يعني متوقف بقت صعبه جدا بشكل بقى يعني مش معتاد، خصوصا مع معانا كنادي اهلي يعني بالظبط. يعني انت بتتكلم ان انت بتدي فرصه للعيبه لو جت لها حاجه مناسبه ليهم من الناحيه الفنيه في الاول وبعدها في الناحيه الماديه. يعني خلاص كابتن حسام بدري وافق، لجنه الكوره وافقت، هنشوف جد وفتحي في هال سيتي. خلاص يعني ده من حيث المبدا يعني، لكن طب طبعا الامور اللي هي تفصيليه ممكن يعني من جانبهم هم يحطوا شرط ولا حاجه ما جبناش، هي اعرف ان هي ما فيهاش اعرف ست شهور لغايه نهايه الموسم هناك. لغايه نهايه الموسم ان شاء الله. طب امتى هيبقى المفروض اليومين دول يا كابتن السيد قبل ما باب الانتقالات يتقفل؟ لا النهارده او بكره بكتير. قبل الساعه 12 او قبل الساعه 1. لكن العرض المالي كام؟ انا عشان مش عارف الرقم بالظبط. والله العرض المالي احنا ما بنهتمش بيه يعني، احنا كجهاز فني يعني الامر العرض المالي ده له ناس يعني انت بتاخد رايك على المستوى الفني. ايوه. لكن العرض يعني ما انا عايز اعرف الرقم يعني مش عارف الرقم بالظبط. مصمم انت على الرقم مظبوط؟ ايه؟ مصمم انت على الرقم؟ لا والله عايز اعرف بس يعني عارضين كام عادي يعني على يعني سبيل المعرفه يعني. كنا تحفظنا الاول كنادي بقى مش كجهاز فني، كنادي ان كان العرض لا يتناسب يعني او كان قليل شويه، لكن امبارح كان تجددت الاتصالات وزاد العرض شويه وطالما زاد وفي ارتياحيه وفي موافقه للعيبه واحنا كمان موافقين خلاص يعني تمام مفيش مشكله حاجه داخليه يعني. تمام مفيش مشاكل، انت حضرتك مش عايز تقول الرقم مفيش مشكله يعني. طيب بالنسبه لموضوع محمد ابو تريكه ونادي بنياس نفس الوضع، يمكن احنا كان في تمسك بمحمد برضه ولحد دلوقتي يعني حتى وجده انتوا كجهاز فني وكلجنه كره بتفكروا بقى في الصالح يعني لو يعني شكل الدوري كده مش راجع عشان نكون صراحه يعني فبتدوا فرصه للعيبه تلعب وتحتك وتحافظ على مستواها وفي نفس الوقت النادي الاهلي يستفاد ماديا واللعيبه تستفاد ماديا وده فكر كويس مش وحش. اتجددت امبارح بالليل وممكن تحسن برضه خلال الساعات اللي جايه لانها اخر يوم بكره يعني. وابو تريكه يعني موافق على انتقال الدوري الاماراتي. هو اي حاجه فيها الصالح للاثنين احنا هنوافق والنادي هيوافق وابو تريكه هيوافق ما فيهاش مشكله. يعني شايف ان الموضوع يعني خلاص ثلاث اربع شهور يا كابتن كريم. بالظبط احنا في شهر 2 اهو خلاص داخلين في شهر 2. طب يعني شايف ان خلاص ابو تريكه برضه ان شاء الله هيكون في بنياس. جد وفتحي انت بتتكلم اخر حاجه 25 مايو ولو حصل موضوع ابو تريكه وحسن يعني بتتكلم في نص 6 تقريبا. تمام. يعني نقدر نقول ان ابو تريكه يعني عايز اخدها منك بس ان ابو تريكه قريب بشكل كبير من الدوري الاماراتي ونادي بنياس. هو العرض جاد وقائم لكن يعني دايما انا في المفاوضات يا كابتن كريم يعني لحد دلوقتي بتتكلم في النسبه الارجح ان في يعني في موافقه في موافقه تمام في موافقه لكن المفاوضات دايما بتبقى قريبه وبتبعد انت عارف كويس. يعني النقطه اللي انا عايز بس اتاكد فيها يعني المفاوضات لسه مستمره ولا خلاص تم الاتفاق ما بين الناديين؟ ده اللي انا عايز اوصل له بس. لا مستمرة لسه ما خلصتش بشكل لا. بس يعني ماشية كويس مفيش معوقات في النص. لا مفيش معوقات لكن مستمرة. تمام يعني القرار هيكون بكرة سواء لجد وفتحي ولمحمد أبو تريكة.
اه بالظبط كده معاك. تمام. كان في لاعب جه النادي الاهلي من نادي الملعب اسمه كواكو من ساحل العاج، كان بيلعب في النادي الملعب التونسي، وشفتوه كابتن حسام البدري اعتقد ما عجبوش اللاعب يعني، او مش هو ده اللاعب النادي الاهلي يتعاقد معاه. يعني هو لاعب جيد طبعا، لكن يعني انت دايما يا كابتن كريم كجهاز فني او كفرقه كبيره بيبقى عندك مواصفات معينه يعني، او لاعب ممتاز ومنتظره بصفات معينه بصفات مركز معين يعني، فهو ده اللي في انتظاره الجهاز الفني، فتم توجيه الشكر ليه. لكن يعني خليني اقول لك يعني حته ان انا في جهاز ان انا ابقى متفق على او اسف ان انا اكون واحد عجبني في ده فتعاقد معاه على طول، يعني مش هي اللي احنا بنفعلها دايما، بنحب نشوف على الطبيعه الا لو لعيب انت عارفه على المستوى الشخصي ومتابعه في استمراريه في مباريات بيلعبها باستمرار، فمش محتاج بقى ان انت تقول يجي يختبر معايا يعني. فده فكرنا، خدنا تجربتين قبل كده كل عارفها طبعا من خلال الفيديوهات ومن خلال شرايط شفناها ما اثبتتش نجاحها يعني، بالتالي كان صعب قوي ان احنا نكرر التجربه مره ثانيه. وبرضه يعني انا مبسوط من ان انتم مش بتاخدوا اي حد، يعني لازم تاخدوا حد يفيد النادي الاهلي او يفرق معاكم كلاعب اجنبي يعني. خليني اقول لك كابتن كريم يعني الفكره لو عندك ثلاث اي فرقه على فكره مش الاهلي بس، بالظبط على اي فرقه عندها ثلاث اجانب، انت بتتكلم في ربع الفريق ده، الفريق كله 12 11 لعيب، لما يعني يبقى عنده ثلاث لعيبه جامدين جدا محترفين جامدين جدا ده ربع الفريق، انا اعتقد ان هم ممكن يشيلوا فريق. تمام، يعني كواكو ده خلاص كده خد الاستماره ست. طيب موضوع حسام غالي وتجديد عقده، وسامع ان في مشاكل شويه مع شريف عبد الفضيل وسعد سمير وبركات وحسام غالي وكان في مشاكل جامده جدا. لا مش مشاكل يعني، لسه في مفاوضات يعني، الامور ما مشيتش سهله زي محمد ابو تريكه ووائل جمعه. لا خليني اقول لك المفاوضات دايما بيبقى فيها يعني، انا دايما لما اتكلم معاك يا كابتن كريم ممكن تاخد وقت عشان تفكر، ممكن بحقك بالظبط، ده وضع طبيعي جدا يعني. لكن الكل حتى ما اتكلمناش ما قعدناش القعده اللي هي يعني بقول له بكره هنقضي يعني، هو مش الزاما لكن ممكن لازم نخلص يعني. ما قلتش كده للاربعه ولا واحد في الاربعه. طيب يعني كنا واخدينها بشكل تدريجي على فكره، مش بشكل منظم لكن بشكل تدريجي كده في الفترة اللي فاتت، لكن جت الأحداث اللي فاتت الخمس ست أيام اللي فاتت دول وأنت شايف الدنيا ماشية ازاي بالظبط يعني، مفيش القعدة اللي هي الكلام التركيز في القعدة والكلام ده كله مجرد كلام، في بدايات طبعا في بدايات يعني ممكن، لكن مش قعدة يعني، ما عدناش القعدة التفصيلية النهائية اللي ممكن أقول لك إيه أنا وقفت عند رقم وأنت واقف عند رقم، احنا الاثنين مختلفين. في مشكله بالنسبه لبركات وموضوع اللي هو عايز برنامج تلفزيوني يبقى موجود شرط في عقده، ولا الكلام ده مش صح يا كابتن سيد؟ لا الكلام ده ما حصلش خالص خالص، انا ما عادش مع بركات القعده زي ما قلت لك القعده التعاقديه، لكن في نفس الوقت هو عارف كويس ان احنا عايزين نقعد مع ان احنا نقعد مع بعض. ايوه ما قلتلوش مثلا بكره بركات هنقعد مع بعض، ما حصلش. تمام؟ زياده على كده، او انت عارف ان بركات من اللعيبه المهمه جدا بالنسبه لنا وكبير في الفرقه طبعا، عارف ايه اللي ممكن النادي يوافق عليه وايه اللي النادي ما يوافقش عليه، يعني ما فيش حاجه وافقنا عليها قبل كده مع حد يعني بنفس الطريقه يعني. عارف كويس قوي ايه اللي ممكن يقوله وايه اللي ممكن ما يقولوش، فاهمني؟ ايوه. بركات عيان ولا اصابه سياسيه؟ لا حول ولا قوه الا بالله، انت عارف المشكله في مصر ايه دلوقتي؟ الاشاعات هي السياسيه دي. السياسيه لا طبعا، الراجل كان موجود النهارده حتى كان جاب تمرين وهو عنده برد شديد جدا، كابتن حسام يعني فضل ان هو ما ينزلش حتى الملعب خالص رغم ان هو كان موجود النهارده يعني. خلي بالك كويس اللي حضرتك معايا كابتن سيد على الهواء، اللي انا بقول لك كل الحاجات اللي بتتقال في المواقع بتطرح في الصحافه عشان برضو حضرتك تجاوب لي او تقول لي الحقيقه، فاحنا بنقول لك كل اللي بيتقال حضرتك. فكويس يعني، حتى لو في حاجه مش صح حضرتك بتصححها. كان موجود النهارده يعني، كان حريص ان هو يكون موجود النهارده رغم ان هو تعبان وهيان، فضل ان هو ما ينزلوش خالص الملعب ولا حتى يلف الملعب ولا يجري يعني. تمام، لغايه ما البرد يروح. طيب موضوع معلش اخر سؤال بقى، الشباب النادي الاهلي اللي هو كان نادي وادي دجله مقدم عرض عشان يستعيرهم او يشتريهم، راي لجنه الكوره او الجهاز الفني ايه في الموضوع؟ هل وافقتوا ما وافقتوش؟ في اسماء احنا موافقين عليها برضه، لكن هي تبقى الناحيه الماليه والتفاصيل الماليه دي مش عندنا يعني. دايما كابتن كريم انت بتعرض عليك انت موافق الاول ان فلان يخرج اعاره ولا بيع؟ دي الاسئله اللي بتقال اعاره ولا بيع؟ احنا موافقين على الاعاره، تبقى الامور الماليه ديت مالهاش علاقه بيها ما بين اداره الناديين. بين اداره الناديين. لكن وافقتوا على بعض اللاعبين، مش كل اللعيبه، مش الخمسه كلهم. لا. مين النادي الاهلي وافق على اعارتهم لوادي يعني دجله؟
خليني اقول لك الكلام في الكوره ما اقدرش اقول لك حتى اجاوب على ديت ليه؟ ده يمكن انت عارف الكوره اصل بكره يا كابتن سيد هنعرف يعني لو الموضوع تم وبكره ممكن ما يبقاش المفاوضات تنجح. دايما في لعيب الكوره انت كنت لعيب كوره وعارف يعني لو انا قلت لك الجهاز الفني او المدير الفني قال لك ان انت تمشي من عندي مثلا او ان انت موافق ان انت تمشي وما نفعتش الموضوع او لم يستكمل الموضوع نفسيا انت بتبقى بتقل شويه نفسيا بتحس ان الجهاز الفني يعني مش متمسك بيه ما فيش رغبه وكده يعني يعني لسه برضه خلال بكره او بعده هنعرف القصه ماشيه ازاي برضه ان شاء الله. بشكرك كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره. الله يخليك كابتن سيد، بشكرك شكرا جزيلا ويعني وضح لنا تساؤل